الإيمان بالله تعالى مبني على التعظيم له جل جلاله. انظر يا يوسف، ها هي ورداتي قد كبرت وتفتحت، فسبحان من أبدع في خلقها وجمال ألوانها. نعم أراها يا أروى، أتدرين أنك بقولك هذا عظمت الله؟ عظمت الله؟ كيف؟ ولكن أولا ما معنى تعظيم الله؟ تعظيم الله هو إجلال الله جل وعلا بالقلب واللسان والأعمال فعلا وتركا، وأصل التعظيم يكون بالقلب. ما دمت ذكرت أنه بالقلب وأنا نطقت، فيتضح أن للتعظيم أشكالا مختلفة. نعم، فهناك تعظيم الله بالقلب، وهو أن يكون الله أجل شيء في قلبك، فتخضعين له وتذلين وتدركين قوته وقدرته على كل شيء، فتتعلقين به في حاجاتك وتستشعرين الافتقار إليه وإلى رحمته وعطائه وحمايته. ومنهم أيضا كما فعلت أنا تعظيم باللسان، ولكني لم أذكر اسم الله، فكيف عظمته؟ تعظيم الله باللسان يكون بذكره وذكر عظمته في خلقه كما فعلت، وفي شرعه واللهج بقراءة كلامه كما يكون بدعائه والاستعاذة والاستغاثة به. وهل هناك أشكال أخرى لتعظيم الله؟ هناك تعظيم الله بالأعمال فعلا، بطاعته والامتثال لأوامره وتتبع محبوباته، وتركا باجتناب ما نهى عنه وترك جميع ما يسخطه. وهل يجب علينا دوما تعظيم الله بأي شكل من أشكاله؟ تعظيم الله واجب، وقد أنكر الله تعالى على الذين لم يعظموه ويقدروه حق قدره، فقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن يجب علينا تعظيم الله تعالى، وهذا يقتضي وجوب تعظيم شعائر الله. بالفعل، فتعظيم دين الله وشريعته من تعظيم الله، وكلما عظم المسلم شعائر دين الله كان ذلك دليلا على تقواه وتعظيمه لربه. وماذا عن الذي لا يبالي بشعائر الله؟ هذا دليل على ضعف تقواه وضعف تعظيمه لله عز وجل. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وماذا عما حرمه الله؟ يجب على المسلم تعظيم حرمات الله، وذلك باجتنابها والبعد عنها. قال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وماذا عمن يفعل المحرمات ولا يبالي بها؟ اقتحام المحرمات وعدم المبالاة بها يدل على قلة تعظيم الله وعدم توقيره. قال الله تعالى فيما قصه نوح على قومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. هل لك أن تعطيني أمثلة أخرى على تعظيم حرمات الله؟ بالتأكيد، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: إن المؤمن يرى ذنبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه، فقال به هكذا. حسناً، فهمت، وأعتقد أن علينا دوماً التفكر في نعم الله الكثيرة علينا والثناء على الله بها
كمعين على تعظيم الله. والتعرف على معاني أسماء الله وصفاته وتدبر كتابه الكريم والتفكر في ملكوت الله وعظيم مخلوقاته، كالتفكر في السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والحيوان. نعم، وأيضا من الممكن أن يكون تعلم العلم الشرعي معينا على تعظيم الله، فهو نور يقذفه الله في القلب. والجهل ظلمات تعمي القلب. جزاكم الله خيرا يا يوسف، وهيا لنتأمل ونتفكر في ورداتي. لقد تعلمنا اليوم أن الإيمان بالله مبني على تعظيمه وإجلاله، وعرفنا عدة طرق لتعظيم الله، كالتعظيم بالقلب والتعظيم باللسان والتعظيم بالأعمال بفعل المحبوب وترك المكروه منها. وكذلك عرفنا وجوب تعظيم الله تعالى وتعظيم شعائره ودينه، كما تعلمنا تعظيم حرمات الله واجتنابها والبعد عنها. وأخيرا تعرفنا على المعينات على تعظيم الله، كالتفكر في نعم الله علينا والتفكر في ملكوته والتعرف على معاني أسمائه وصفاته.